سلام رجاوي. وي رجاوي، شنو بالك في الماتش العشيه؟ ان شاء الله الماتش يكون قوي بزاف ويكون زوين، وكنتمنى ان شاء الله الربح للرجاء ان شاء الله. شحال قدرت؟ 2-1. شنو بالك في الاخبار اللي كتخرج على فيلموس ان الجماهير ديال الرجاء ما بقاش باغا فيلموس يبقى في الاداره الفنيه؟ واش نقول لك؟ المسائل اللي هي ديال التدريب وسميتو ما نقدرش نقول لك عليها. صافي هادشي ما كاين، تأهل ان شاء الله وتمشي بعيد. تقدرش أهل؟ غتأهل ان شاء الله الرجاء. لا راه مزيان، فرقه زوينه وغيمشيو بعيد ان شاء الله. انا ودادي. ودادي؟ انا نسولك على الرجاء، شنو التوقعات ديالك الماتش ما بين الرجاء وفاق سطيف العشيه؟ وفاق سطيف تقدر تربح وفاق سطيف، ما تعرفيش كاين كوره هذه. تقدر وفاق سطيف تربح حيت موالفين كيديروا لهم عصا في الروايده كما كيقولوا، ولكن كوره هذه ما تعرفيش. وبالنسبه للنتيجه تكون وفاق سطيف الا تربح ان شاء الله. واخا انا ودادي نتمنى وفاق سطيف تربح. كنشوفوا ان الرجاء وداد جوج ممكن يبداو لعبه افريقيا، شكون اللي يقدر يوصل للفينال؟ ودابا الرجاء شرات عده تركيبه مزيانه، شارين شي 10 لعابه. وداد ما شاريش شي لاعب تقدر الوداد دير اللقب. الرجاء واخا تشري دوك 10 لعابه تقدر ما دير بهم والو، حيت الوداد فات قبل شاري 11 ما دارش بهم والو. والرجاء كذلك يقدر يدور على هذا العام عاوتاني شي نفس السيناريو اللي طرى للوداد. السلام عليكم. وعليكم السلام. رجاوي ولا وداد؟ رجاوي. شنو التوقعات ديالك في الماتش العشيه؟ الرجاء ديرنييرمون صافا، على حساب من شونجاو لا ديريكسيون، شونجاو كاين شي دابات لي جوار لي جابو في لاتاكون ماشي كيف ما توقعنا. كنظن ان الماتش غادي يكون، ما غاديش يكون سهل. وفاق سطيف كيلعبوا الكرة صراحة، أغلبيتهم كيلعبوا في المنتخب، سكي في عندهم اكسبيريونس على الرجاء. الرجاء حتى هي سورتو في هاد لي كومبيتيسيون ما كتكونش ساهله، دونك سكي في كو غادي يحاولوا يلعبوا الكره. كنتمنى صراحه يفرجونا مالغري وفاق سطيف ماشي خصم سهل، ولكن ماشي خصم صعيب. الرجاء عنده مؤهلات مزيانه، عنده العدل لعابه كيقصروا مزيان، عندهم امكانيات، دونك سكي في الى لعبوا كره الماتش في يديهم. لا قلت شي سولتيني على النتيجه نقدر نقول لك جوج لواحد ولا 1-0، يعني سكي في غير ربحوا غيكون ديفيرونس ديال بيت واحد. شكون يقدر يمارك؟ ما غاديش غادي نقدر نقول لك لاتاكون سعودي يقدر يجيب لك بيلانتي، يقدر يصيد بشي حاجه، ولكن كنظن ان لاعبين ديال الميليو عن الخطر غيجي من الميليو، حيت وفاق سطيف عارفين ان الرجاء كتعتمد على لاتاكون بزاف، دونك غادي يكون ميتولي يقدر يجيب حتى هو شي ميتولي. اغلبيه غيلعبوا على ميتولي، غيلعبوا على العرضيات الكبار، حيت ما كيلعبوش كره في البروفوندور، دونك كيسونطريو كره. شكون اللي غادي ماركي ما نقدرش نقول لك، كلشي يقدر يماركي. ماشي يقدر يجي كورنير يماركي لك ان ديفونسور، يقدر يماركي ان ميليو، كم يقدر يماركي لك ان اتاكون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كنت تشجع الرجاء ولا الوداد؟ الرجاء. شنو توقعات ديالك الماتش العشيه؟ نورمالمون بغيت الرجاء تنتصر صراحة، حيت واخا الرجاء يعني كتعاني بزاف مؤخرا في هذه الحقبة الأخرى نورمالمون، ولكن الرجاء غادي تربح صراحة، حيت ما عندهاش يعني شي فرقة نيس، حيت اللي عندها الأجنحة وداك الشيء راه عيان، كلشي عيان، ولكن حبي للرجاء بغيتها تربح وخصها تربح. وشنو في نظرك فيلموت الاخبار اللي كتروج عليه انه الجماهير ما بقاتش بغا يشوف الرجاء، ما عطاش واحد الاضافه للفريق الرجاء؟ اي حيت داك الشيء كينطبق على الجمعيه فيها التخلويات وداك الشيء، حيت بما انهم كيبيعوا النجوم وكيجيبوا الريتوش راه من طبيعه الحال الجمهور غادي يكعوا، ماشي غير غادي يكع، وملي غير جمع الجمهور للتيران ديك الساعه غادي تشوف ليتيوفو، غادي تشوف الرساله اللي غتوصل للجماعه انهم خص الجمعيه تنحاز من تحيه. صافي شنو رايك انت دابا هذا الشيء ديال الرجاء؟ ما نقدرش نعطيك شي راي، حيت مازال ما شفنا والو فيهم، يعني مازال ما كانوا ميشان. كان انس زنيتي راه شتي دابا الحارس الجديد اللي جابو راه عيان ما داير والو، جوج بيوت دخلوا عليه غير هكاك في الماتش الاخر، بين ما عقلتش بالضبط مع من كانت، ولكن يعني كانت جوج
وخور يبقى اي دخلوا شي بيوت على الجول يعني ما كان كون زنيتي ما غاديش يدخلوا عليه والانتدابات اللي داروا ما يمكنش تحكمي عليهم من دابا حيت الله بداو هادشي علاش خصها التوقعات ديالك الماتش ديال الرجاء والفاق ستار اختي انايا غادي مع الرجاء واخا انايا من وجده وكنتبع المولوديه ولاني كنتمنى الفوز الرجاء البيضاوي هادشي اللي كاين من ربحوا بشي 2-0 ولا 3-0 يفرحوا انا يفرحوا كاع المغاربه تفرش في الماتشات ديال الرجاء ضروري مره ماشي بزاف ماركي في الماتش ما نعرفش والله ما عرفت ما كنعرفش الجوهره مزيان شنو التوقعات ديالك الماتش ديال الرجاء والفاق ستار في العشيه اليوم ان شاء الله الرجاء غادي تغلب بجوج لواحد اكزاكتومون غايب ان شاء الله متولي واش يقدروا يعطيو واحد الاضافه تنظن يقدروا يعطيو الاضافه غير مازال ما معروفينش بزاف يعني ما عندهمش تجربه كبيره تنظن اللي جوار القدام ديال الرجاء هما اللي غيقدروا يعطيو شي حاجه ممتازه اما اللي جوار جداد يخصو لو طون باش يتادابتا اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.